رجع بقى التورتايه، مش خلصنا عيد الميلاد بتاعك يا بابا؟ ايه يا بابا؟ هديك مصروفك يا ابني، هرجعها احنا مقدرينها. مقدرينها ايه؟ يا ابني المراد اهو، من الفلوس انت صدف عليها رهان بس يا حبيبي. طب خلاص هرجعها وين؟ يا ابني مقدرينها مش بتاعتنا. يا حبيبي اوعى يا حبيبي، انا لحقتها على فكره. يا نهار اسود، حتى افتح ده هتلاقي حته بتاكل. خلاص مش مشكله بقى، نخش ناكلها. ايه يا احمد؟ عايزك تذاكر. اذاكر لك؟ ماشي يا عم تعال. بص يا سيدي، اكتب مكونات طعام صحي تحبه. كرومب. كرومب ايه يا ابني؟ بقول لك حاجه صحيه تحبها. صينيه مكرونه بشاميل. يا اخي مكرونه بشاميل ليه؟ يا احمد ده حاجه كده تكون خفيفه كده، حاجه صحيه بتاع الجيم كده. برجر. بقول لك ايه؟ اخلص. حاجة صحية. خاصة الخضار، لأني ما بحبهاش. سلطة خضار؟ شوربة خضار. شوربة خضار، سلطة خضار. شوربة خضار. ماشي. طب اكتب بقى المكونات، هتكتب ايه؟ أول حاجة بصل. وبعدين بعد البصل؟ ثوم. وبعد الثوم؟ زيت. زيت. يلا اعملي لي دور بنت بتك. دور بنت بتعيط. واحدة بتكلم حبيبها في التليفون. الو، سحلينا سحلينا منك. واحدة مجنونة. واحدة بتحلق. انتي بنت. Bruh, look at this dude. Wait till you see the. No. الخياط بيقولوا فين يا رشدي؟ ايه الكلام الفاضي اللي انت بتقوله ده؟ اوعى تكون فاكر ان احنا خايفين منك، تعال هنا. انا متأكد انك مخبيها يا رشدي. يا فين؟ يا بابا. ايه يا احمد؟ شوف الصورة اللي انا صورتها في المدرسة. وريني كده. جميلة يا احمد، بسم الله ما شاء الله يا حبيبي، بسم الله ما شاء الله. ايدك بقى على 100 جنيه تمن الصورة. 100 جنيه؟ انت عارف انت ايه اللي مصبرني عليك؟ ايه اللي مصبرك عليا يا بابا؟ اسمك وبطاقة التموين. نجرب انه ماشي يلا. عايزك ترفع راسي لفوق. ان شاء الله يا ابوي. شوف عايزك كده ترفع راسي لفوق. ربنا يقدرني يا ابوي. حياة اللي خلفوك يا خلف ترفع راسي لفوق. ما قلنا هنرفعها، هنرفعها يا ابوي.